الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف مصدر في شركة نفط الشمال بمحافظة التأميم عن انخفاض مستوى الانتاج العام في الشركة إلى 300 ألف برميل يوميا. وكانت الصادرات النفطية العراقية قد شهدت في شهر أيلول المنصرم تراجعا ملحوظا تجاوزت 6,500,000 برميل مقارنة بشهر آب، وذلك بعدما خفضت بغداد انتاجها التزاما بحصتها المقررة ضمن تحالف أوبك بلس. أعلنت لبنان أنها تعمل مع العراق على تمديد اتفاقية الفيول وزيادة الكمية، مشيرا إلى أنها تحظى بدعم العراق. وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض إن لبنان يحظى بدعم من العراق في قطاع الطاقة، إذ يتم التنسيق مع الحكومة العراقية والمسؤولين عن الملف اللبناني. وأضاف أن الحكومة اللبنانية تعمل على تمديد الاتفاقية مع العراق التي تقضي بتزويد لبنان بزيت الوقود الثقيل، معربا عن أمله بتمديد الاتفاقية لسنة إضافية على الأقل وزيادة الكمية إلى 2,000,000 طن. أعلن المصرف التجاري العراقي عن إمكانية شراء الدولار من قبل المسافرين عبر مطارات كردستان العراق في أربيل والسليمانية وبالسعر الرسمي. وذكر المصرف أنه يتوجب على الشخص المسافر أن يقوم بإيداع المبالغ اللازمة بالدينار العراقي في أحد فروع المصرف التجاري العراقي في الموصل أو أربيل أو السليمانية أو دهوك لكي يتمكن من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي. ذكر مساعد رئيس مجلس وزراء كردستان العراق للشؤون الاقتصادية والإدارية ريباز حملان أن حكومة كردستان بحاجة إلى 1,000,000,000 دينار عراقي لصرف رواتب شهر تشرين الأول الجاري للموظفين والعاملين في القطاع العام. وقال حملان إن هناك وفدين لحكومة كردستان العراق يتواجدان حاليا في بغداد، أحدهما لبحث موضوع التعداد السكاني العراقي المقرر إجراؤه الشهر المقبل، أما الوفد الثاني فهو من وزارة المالية والاقتصاد الذي اصطحب معه قائمة الرواتب إلى بغداد. وبحسب القائمة يحتاج كردستان العراق إلى 996 مليار دينار لتوزيع رواتب شهر تشرين الأول الجاري. أظهر تحليل جديد لخطط الضرائب والإنفاق التي قدمها مرشحا الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس ودونالد ترامب أن كلاهما سيضيفان 1,000,000,000,000 دولارات إلى الدين الأمريكي على مدى العقد المقبل. وقامت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة بتحليل المقترحات المختلفة للضرائب والإنفاق التي قدمها كل من ترامب وهاريس خلال حملاتهما الانتخابية، ونشرت أرقاما محدثة تتضمن السياسات الأخيرة التي دعا إليها المرشحان. ووجدت اللجنة أن خطة هاريس ستضيف حوالي 3,950,000,000,000 دولار إلى الدين العام، فيما ستضيف خطة ترامب 7,750,000,000,000 دولار إلى الدين العام خلال الفترة نفسها. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.